A reporter for Keijing Magazine, a top Chinese financial publication, came out with a public confession this week. The reporter, Wang Jialu, said, "I acquired the news from private conversations, which is an abnormal way, and added my personal judgment and subjective views to finish this story." So while stock market reporting is being banned outright in China, let's not go that far in the U.S. Let's just... Quelle est la propriétaire ? Poppy ! Hi, Poppy ! ازيك يا حبيبتي؟ I miss you. Miss you too. How's your trip? احنا رحنا لندن قوي. I love it. So cool. يعني مبسوطة؟ كويس. لازم تكون معايا المرة الجاية. أكيد حبيبتي. أنت عايزة تروحي تاني؟ Sure. عايزة أروح تاني. حبيبتي مامي جنبك؟ مامي؟ لا مامي مش جنبي. طيب حبيبتي حبيت اسمع صوتك. يلا تيك كير. هو اكرم غير معاد طيارته ليه؟ هو كان عايز يرجع بدري قبلنا. انا عارف بس كان المفروض يسافر امبارح بالليل. ايه اللي مسافره بدري الصبح؟ عادي يعني. أخبار شهيرة إيه؟ كويسة. سمعت إنها هتتجوز. حقيقي. تاني؟ ولا تالت ولا رابع؟ بصراحة أنا بطلت أعد. هي مش هتعقل بقى؟ هو الجواز دلوقتي بقى جنان؟ لأ، بس ما تبقى لعبة بتلعبها كل سنتين تلاتة، وبالذات إنها ستة المفروض إنها وقورة ومحترمة. ده اللي يبقى جنان. أنا متأكدة إنها كانت تحب تكمل مع راجل واحد، بس حظها إن الراجل ده ما اكتفاش بيها هي بس. يعني أنتِ مصرة بقى تصدقي كلامها؟ يا بنتي بلاش تسمعي من طرف واحد. الكلام ده أنا ما سمعتوش. الكلام ده أنا عشته. عشته طول عمري. يعني أنتِ كده موافقة على اللي هي بتعمله بقى؟ ومن إمتى كان بيفرق رأيي أنا في اللي أنتوا الاتنين بتعملوه؟ أو اللي عملتوه قبل كده؟ الو الو منزل استاذه تقى قولي لها سمير كلمي يا استاذه تقى مين واحد اسمه سمير الو ازيك يا انسه تقى انا سمير اللي قابلتك في المستشفى حضرتك جبت رقمي منين أنا كنت بكتب بياناتك في المستشفى ونسيت بطاقتك معايا فدورت عليكي يعني على الانترنت وعرفت الرقم الأرضي ده فكنت حابب أرجعلك البطاقة أنا فعلا كنت بدور عليها وما لقيتهاش متشكرة وكمان كنت عايزة أسأل حضرتك هو أنت دفعت كام في المستشفى؟ أنا من تغفيلي نسيت أسألك معلش لا أنا ما دفعتش حاجة الراجل اللي خبطك سبقني ودفع كل حاجة هي بطاقتي معاك؟ اه اوصلها لك ازاي؟ اجيلك المكان نزلتك فيه؟ لا ممكن نتقابل في وسط البلد مثلا؟ فين في وسط البلد؟ ممكن مثلا في ميدان مصطفى كامل؟ اه طبعا ينفع يناسبك بكره الساعه 7؟ معلش ما ينفعش بالنهار؟ لو بالنهار هيبقى صعب بكره خلاص خليها بعد بكره الظهر الساعه 2 تمام طيب استأذنك تجيبي ورقة وقلم وتاخد رقم تليفوني احتياطي يعني عشان نعرف نتقابل هاي هتنزلي معايا مصر انت بتتكلمي بجد بابي هو اللي قالك كده لا انا اللي قلت له اعمل ايه عندك في مصر انا حياتي كلها هنا انت حياتك اللي انت بتتكلمي عليها دي بابي عمره ما هيخليكي ترجعي لها تعالي مصر انت بقالك كتير قوي ما جيتيش تعالي نسلم بعض
صعب يا نايلة، أنا ما بقتش أعرف حد غيرك أنت في مصر وغير مامي أكيد. نادين جربي، مش هتخسري حاجة. بصي يا نايلة، أنت لو عايزة تفضلي شايفاني قدامك طول الوقت عشان أنت خايفة عليا، ما تقلقيش عليا أنا كويسة. أنت إمتى هتبطلي تفكري بالطريقة دي؟ مش يمكن أنا اللي محتاجاكي؟ أنت متأكدة؟ أه متأكدة. أنت عارفة إن أنا لو مش متأكدة كنتش هطلبها منك. ده مش على اعتبار يعني إن أنت برج العقرب وبتحبي السيطرة، ها؟ برج العقرب برج واضح، ما بيحبش الحاجة اللي في النص، ما بيحبش اللون الرمادي. طب ما أنت لابسة رمادي أهو. مش بتكلم على هدومي يا نادين، بتكلم على حياتي. ألبس رمادي أه، بس حياتي لأ، ما تبقاش رمادي. تبقى أبيض يا تبقى أسود. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر له وارحم. لا لا يا عم الشيخ، دي واحدة ست. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. البقاء لله، البقاء لله. شكرا يا عم الشيخ. بابا، هو ليه الشيخ بيقول وغطيها بالثوب الأبيض من الونس؟ لا يا نور، هو بيقول ونقيها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني يا رب ترجع زي الصفحة البيضة. أقولها لك إزاي؟ يعني زي اللبس الأبيض كده بنحتاج نغسله لما بتيجي عليه حاجة مش نظيفة. الحاجة اللي مش نظيفة دي اللي هي الدنس، يعني ربنا سامحها يا نور. طب هو مش احنا لما بنموت ربنا بيسامحنا؟ طبعا بيسامحنا، بس لو ما عملناش الغلط تاني. طب ما احنا لما بنموت بنبطل نعمل غلط، فربنا هيدخلنا الجنة، صح؟ صح. تفتكر ماما بتتعذب عذاب القبر ده؟ هي ما كانتش بتصلي؟ لا كانت بتصلي. بابا اللي قالك انها بتصلي؟ اه. امال ليه الشيخ بيدعي ان ربنا ما يعذبهاش؟ احتياطي، بيدي احتياطي يا نور. هو انا امتى ممكن اروح ازور قبر بابا وادعي له هو كمان؟ مش لازم تروحي له، ادعي له من اي مكان وهيوصله. هيوصله من هنا؟ ايوه طبعا، احنا بندعي ربنا من اي مكان وهو بيسمعنا. هدى محمد فهمي. طب دي ماما. سعاد فهمي عبد العزيز. مين دي؟ اكيد اكيد اخت باباها، عمتها، عمة ماما نورة الله يرحمها. دي ماتت من شهرين. ايوه. هي كل عيلتنا بتموت كده، مفيش ولا اي حد عايش. ربنا يرحمهم بقى. يلا بينا بقى نور، زرت ماما وقريت لها الفاتحة، لازم امشي عشان اشوف اللي ورايا. أنا مش هنمشي. بص بص مكتوب إيه؟ 7 يناير 2009. يعني أنا ساعتها كان عندي كان عندي 3. صح. كنت مينفعش تليلي أي صورة لماما؟ ما أنا قلتلك يا نور دورت وملقتش، لما أروح البيت هدور تاني. أصلا المفروض يحطوا الصورة مع الاسم. الكلام ده على الفيسبوك بس يا نور، مش في الطرق. يلا بقى يلا. انا دلوقتي هقرا الفاتحه لبابا عشان توصل لهم هما الاثنين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اي خدمه يا باشا؟ العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بابي روح بابي يا حبيبتي. أمسي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ازيك عامل ايه؟ الله يسلمك. ايه قولي لي عملتي ايه في لندن؟ رحنا لاين كينج وعملنا شوبينج. لوكا قلت لهم يعملوا لنا قهوه. طيب كويس قهوه. اوكي لوكا ما بحشكيش خالص انا. صحيح يا اكرم انت قاعد فين بقى دلوقتي؟ يعني ايه قاعد فين؟ انت لسه مصر على اللي في دماغك؟ اكرم كده انت ما فهمتنيش وما خدتش الموضوع جد. لا بس اكيد في حل تاني. تعالي نروح مارج كونسلر. اكرم انا قلت لك الموضوع ده قبل كده وانت ما اقتنعتش. احنا لسه فيها. لا احنا مش لسه فيها يا اكرم. احنا كنا في حته ودلوقتي بقينا في حته تانية خالص. طب ندي نفسنا فرصه تانية. هو ده اللي انا بعمله. اي حد هنروح له هيقول لنا لازم ناخد بريك. شايف ان في داعي لكل ده؟ شفت يا اكرم ان انا عندي حق؟ انت اصلا مش مقتنع ان احنا عندنا مشكله. اكرم من فضلك الفترة الجاية دي ما ينفعش ان انا وانت نبقى مع بعض في بيت واحد. هنفضل نتعامل مع بعض علشان خاطر تالا؟ هديكي كل يوم تتغدى معانا علشان هي ما تحسش بأي حاجة؟ الصبح هقولها انك انت نزلت بدري، بالليل هقولها انك انت اضطريت ترجع الشغل، بس لو ده مضايقك طبعا ممكن انا وهي اللي نطلع من البيت. هنقعد كده قد ايه؟ هنقعد كده قد ايه؟ شهرين على الاقل. اكرم انا مش بعمل ده علشان نبعد، بالعكس هتعرف قدام ان ده في مصلحتنا احنا الاتنين ايا كانت النتيجة. نفق اخر، نفق على عمق 200 متر متفرع منه ثلاث انفاق ثانيه او نفقين ثانيين. خلي بال حضراتكم كل ده بيجي انت، ما هو النفق ده اللي جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. جدو انا عرفت اسم عمك ماما اسمها سعاد، وكمان قريت الفاتحه لبابا. انت كمان زرتي قبر بابا؟ أزور ازاي يا جدو؟ ده في السعودية. صح. طيب خشي غيري هدومك. البنت كبرت وكل مدى أسئلتها هتكتر. انت عايز نعمل ايه يعني يا حاج؟ مفيش سر بيستخبى. ده لو طلبوا منها في المدرسة شهادة ميلادها هتعرف إن كل السنين اللي فاتت دي كانت بتزور واحدة تانية غير أمها. وهيطلبوها ليه؟ وحتى لو طلبوها بوديها أنا. تفتكر ده كفاية؟ هتقعد كتير تخترع في أفلام كل ما تسألك على حاجة؟ طب والثانوية اللي جاية؟ ولا اللي بعدها؟ البنت بقت واعية سنة ولا اتنين ومش هتعرف تلاحق على الأسئلة بتاعتها. أنا بعمل كل ده عشان مصلحتها يا حاج. لما تكبر بقى وتبدأ تفهم يبقى ربنا يعدلها من عنده. وأبوها اللي قريت له الفاتحة غايباً ده. أنا كان سهل عليا يا حاج أقول لها أبوك في السجن ورايح دماغي. مش عارف. والله ما عارف. لما يخرج بقى يبقى ربنا يعدلها إن شاء الله.
شايل كتير انت يا سمير. منور تستاهل يا حاج. هي تستاهل وانت كمان، ربنا هيجازيك خير يا ابني. اللي بيعمل خير بيلاقيه. شكلك تعبت من المشوار، قوم يا ابني غير هدومك. يا ترى التشيك اوت ديت هيبقى امتى ان شاء الله؟ مش عارف بس يعني اسبوع. اتفضل يا فندم. شكرا. حضرتك الفطار من 6:30 ل 10 وروم سيرفيس رقمها 2. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا مستر. اتفضل. فطرت يا سمير؟ اه الحمد لله يا مستر. تحب اجيب لحضرتك فطار؟ لا لا خلاص هفطر في المكتب. بس بقى ما تفطرش لوحدك اليومين دول، شكلنا هنفطر سوا كتير الفترة اللي جاية. مستر أكرم، كنت عايز أستأذن من حضرتك النهارده أروح مشوار ضروري في نص اليوم. مفيش مشكلة، بس شوف مع مريان، ممكن يكون عندنا مشاوير برا المكتب. شكرا يا مستر. مستر ماجد، أنا طلعت شكل الأوتيل ودي الإكسبنسز ليست بتاعت حفلة مستر أكرم. تمام. طيب اظبطي لي ميتنج مع ماريان والبي ار عشان نعرف اذا كان في اي طلبات زياده مستر. حاضر هعمل كده حالا. Dernier pour rien.
البي ار بلغوني انهم اكدوا حجز الريسبشن. الريسبشن ايه؟ سيلبريشن بتاع البوزيشن الجديد. اه كنت ناسي. بيرفكت. طب انا محتاجه اعرف لو في اي ترتيبات خاصه عشان مدام نايله. انا تمام ما عنديش حاجه. طب تحب اكلم انا مدام نايله عشان تتشيك وذ هير؟ مريان اعملي اللي بتعمليه دايما، ما تعمليش حكايه. خلاص خلينا نركز في الشغل اهم. هاتي سكادجول النهارده. اوكي. ايه ده انت مش تتغدى معانا؟ لا عندي مشوار مهم. متشيك كده ورايح على فين يا سمير؟ انت مالك؟ لما تجبري بقولك. اه يعني فوت 10 سنين واسالك تاني؟ نور غمض عينك. ايه ده؟ ايه ده؟ اف دي رجالي. انا ستوقف. تعالوا واقف هنا يا استاذ. الانسه تركب بس وتحرك على طول. اتفضل. ممكن البطاقه؟ ما هي البطاقه في العربيه. حد بيقف هنا يا استاذ. عارف والله. اديني بس دقيقه واحده. ثانيه واحده. معلش اديني البطاقه بس عشان مستعجله ولازم اركب المترو. تعالوا الوش جاي اهو. معلش ثانيه واحده. شكرا. تليفوني معاكي لو احتجت حاجه كلميني. شكرا. خلاص بتعمل ايه والله هتحرك على طول. يلا لو سمحت يا استاذ. يلا لو سمحت. طيب خلاص. انت كمان جبتي الماب بتاعتك؟ عايز اقول لك حاجه، المره اللي فاتت انا عديتها لك بمزاجي، قلت دي نزوه، لكن لازم تفهمي بلاتس ده مكان الاكتئاب بتاعي انا. يعني لازم نحترم خصوصيه الاكتئاب بتاع بعض. عايزه تكتئب يا ستي براحتك، عندك اكتيفيتيز كتير جدا. تاي تشي، بول دانسينج، كل الحاجات دي موصوفه للاكتئاب. وانت مكتئب بقى من ايه يا هاني؟ انا بقى شايف ان الاكتئاب ده ترند جديد نفسي ادخل فيه. هاني. نعم. الموضوع ده ليه دعوه بانجي؟ ما بقاش فيه موضوع اصلا. انا تقريبا ما بشوفهاش. ما تتضايقيش قوي. هي مبسوطه. تقريبا صاحبت. انت عرفت؟ عرفت. طب انت لسه متأكد من اختيارك ده يا هاني؟ انا ما عنديش حل تاني. انا اصلا ما بختارش اللي يريحني انا دلوقتي. بس انا مش فاهمه انت متضايق ليه مع ان ده كان الديل بينكم وانتوا بتسيبوا بعض. صحيح كان الديل، بس out of respect. يعني ما ينفعش نبقى احنا الاتنين عايشين في بيت واحد والهانم راح تصاحب راجل تاني تخرج معاه قدام كل الناس. وبعدين انا مش فاهم هي ايه اللي عاجبها فيه ده، حتى مش شبهها في اي حاجه. مش شبهها يعني ازاي؟ مش فاهم. في حاجات كتير قوي. ولعلمك بقى انا متاكد ان هما مش هيطولوا مع بعض. ده على اساس انك انت عارفها كويس قوي. نولي حبيبتي بقى لنا 10 سنين وشينا في وش بعض، يعني اكيد هبقى عارف هي ليها في ايه وملهاش في ايه. انت مش غيران صح؟ هتصدقيني لو قلت لك ان انا مش غيران؟ الحاجه الوحيده اللي تعباني بفكر فيها جامد قوي الفتره دي شكلنا قدام الناس هيبقى عامل ازاي.
بس هيني I've known you since we were 10. عمر في حياتك ما كان بيفرق معك شكلك قدام الناس. نولي أنا هروح. إيه تروح فين؟ ماليش مزاج أحضر الكلاس النهاردة. اللي ماليش مزاج أحضر الكلاس النهاردة هو لعب عيال. أقعد أقعد بعدين عايز تمشي وتخلي نطبي يجيلها اكتئاب. Okay guys, let's begin our exercise. يا توتو، وانا كل شويه لازم افكرك بالفيلم عشان ترد عليا ولا ايه؟ لا والله انا كنت في الحمام بس. حمام العافيه. ماشي حبيبتي، بس صح كده تروحي تشتكيني في الاسم يا توتو؟ اسمي ايه؟ لا ما روحتش. ده انا كنت جايه لك وعملت حادثه وخدوا الراجل وادوه الاسم وودوني المستشفى. الف 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 سلام عليك يا حبيبتي. كل ده حصل يعني انت ما كنتش رايحه تبلغي عني صح؟ لا خالص والله، ده انا كنت بس لما انت اتصلت كنت اعصابي تعبانه ومتوتره جدا فرديت عليك قلت اي حاجه وخلاص يعني، بس والله ما كنت رايحه ابلغ عنك والله. معلش انا عارف ان انت عاله، وعموما انا مسامحك، احنا برضه ولاد النهارده. هفضل كده مستني كتير ولا ايه؟ انا بزهق بسرعه وانت عارفه ان زهقي وحش. بكره لو ما جيتيش يبقى عداني لعيب. هاجي لك بكره ازاي بس؟ بقول لك رجلي ممزوقه ومتجبسه وبمشي بعكاز وايدي فيها شرخه ومربوطه. كفايه توتو النبي عشان انا قلبي ضعيف. انا برضو ما يرضينيش ان انت تنزلي وانت تعبانه. بصي انا اخري في الموضوع ده 3-4 ايام. تقولي لي رجلي بقى، تقولي لي ايدي، ما يخصنيش. 4 ايام ازاي بس؟ بقول لك ايدي فيها شرخ، ايدي فيها شرخ. لا طالما شرخ يبقى نقول اسبوع. احنا برضو محتاجين ايدك معانا يا توتو. باي باي يا حبيبتي. اسبوع ها؟ ازيك يا نور؟ الحمد لله. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ كنت عاوز اسالك سؤال. يا سلام، والسؤال ده يعني ما استناش لحد الصبح؟ انت لقيت صوره لماما؟ دور يا سمير، اكيد هتلاقي، اكيد عندك. يعني انا كنت فاكره شكلها بس الشكل ده عمال يروح مني. النبي يا سمير علشان خاطري دور. حاضر يا نور، هدور تاني علشان خاطرك. يلا ممكن تنامي بقى دلوقتي عشان الوقت اتأخر. تصبح على خير. دون أهله.
كنت عارف انك لسه ما نمتيش. ممكن اعرف بقى يا ستي ما نمتيش ليه؟ طيب انا عايز اوريكي حاجه قبل ما تنامي. دي ماما؟ الله دي كانت حلوه قوي. سمير تفتكر انا شبهها؟ انت احلى منها كمان. بحبك قوي يا سمير، بحبك قوي. طب يلا بقى يا ستي شوفيها كويس قوي علشان ما تجيش تقولي لنا نسيت شكلها تاني. سمير ممكن تطبعها لي؟ لا يا نور، الصوره دي هتفضل هنا على اللابتوب وكل ما تحبي تشوفيها هوريها لك، علشان ما ينفعش حد خالص يشوفها معاكي. ليه ما ينفعش؟ علشان ماما ما كانتش بتحب حد يشوفها. لا انا هبص الصوره واحطها تحت المخده قبل ما انام. مش هينفع يا نور. يا سمير والله العظيم ما حدش هيشوفها عشان خاطري يا سمير. لا مش هينفع يا سمير عشان خاطري. سمير هيبقى عايز اتفرج معاكي.